بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي الاعزاء، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله باذن الله تعالى نكمل النهارده ونخلص النهارده الكونكتيف تيشو ديزيز، على يعني ان شاء الله على خير باذن الله تعالى. اتكلمنا اول يوم على السيستميك سكليروزز، واول يوم اتكلمنا على اللوبس ريسيبتوزز، وامبارح اتكلمنا عن الدرماتومايسايس. النهارده ان شاء الله نتكلم على الليكولايز كليروديرما والسيستميك سكليروز. الليكولايز كليروديرما يا جماعه يعني سكليروديرما، تيبس في الجلد، سكليروزز في الجلد، ده مرض جلدي بحت. زي ما قلنا المره اللي فاتت يا شباب، اللوبس ارسيماتوزز كديسكويد لوبس ارسيماتوز مرض جلدي بحت، انما السيستميك لوبس بيضرب الجلد واذرز. النهارده باذن الله تعالى بنتكلم على السكليروديرما، اللوكالايز سكليروديرما اللي هي المورفيا، انما السيستميك سكليروزز دي بيضرب الجلد واذرز. طيب لما نيجي نتكلم على اللوكالايز سكليروديرما اللي هي المورفيا، المورفيا لا اما تبقى سوليتري لا اما لينير لا اما جنرالايز. طبعا هو ديزيز الايتيولوجي بتاعته انون، بس البوريليا بورغ دورفري من الحاجات اللي مشهوره جدا ممكن تكون تعمل. لما نيجي نسال مع بعض انواع المورفيا، المورفيا لوكالايزد سكليروديرما حته متيبسه في الجلد، انواعها انا بلخصها في كلمه بسجل: البلاك تايب، البلاك او سيركمسكرايب تايب، ادي به بان سكليروتيك تايب، بان يعني كل، يعني ايه بان؟ بان سكليروزز يعني هتاخد كل طبقات الجلد بما تحتها لغايه العظم، ادي البي. سيجمنتال مورفيا، تاخد سيجمنت عامل زي سيجمنتال ليجن، اي سيجمنتال ليجن بتاخد اللي هي درماتومل، تاخد سيجمنت كامل وتعمل بان سكليروزز برضو فيها. ثلاثه الجاتيت مورفيا، بسجل جاتيت، الجنرالايز مورفيا ادي خمسه، واللينير مورفيا. خلي بالك اسمها لينير مورفيا ما اسمهاش انكوب دي صبر، اسم الديزيز لينير مورفيا، انكوب دي صبر ده وصف ليها، انكوب دي صبر اللي هو ضربه السيف، ده مش اسم الديزيز، ده اسم الليجن اللي هنتكلم عليه باذن الله تعالى بعد دقيقه. طيب تعال نشوف مع بعض كده البلاك مورفيا. البلاك مورفيا او سيركمسكرايب مورفيا بتجي لك حته لونها الافيري وايت، عامله زي لون عاج العاج او لون سن الفيل، سراوند بحته ليلا فايليشس بيجمنتيشن. خلي بالك ده بلاك، ده واحد من الاتروفيك بلاك الموجودين في الدنيا اللي هي البلاك مورفيا. النوع الثاني البان سكليروتيك، يعني ايه بان سكليروتيك؟ تاخد كل طبقات الجلد، سكليروز ياخد كل طبقات الجلد، الدرمس بالابيدرمس بالفات اللي تحته بالمصل يوصل للبون، تمام يا جماعه؟ ده البان سكليروتيك. السيجمنتال بتيرجو، السيجمنتال زي ما قلنا واخد سيجمنت، واخد درماتومال حته كامله كده يا جماعه، تبقى اتروفيك خالص ولازقه على الجلد. الجاتيت مورفين، الجاتيت كلمه جاتيت في يعني ايه اصلا؟ كلمه جاتيت يعني دروبس اوف ووتر، يعني انا لو جايب جردل ميه وبتدرو على جسمك كده هيدلق على شكل دروبس اوف ووتر على جسمك. عندنا مثلا جاتيت سرايس بيبقى سمول بابيولز منطور على جسمك. لما بكلمك على الجاتيت مورفي بيبقى سمول وايتش اتروفيك ماكيول، عامله زي لايكن سكليروزي اتروفيكس، لايكن سكليروزي اتروفيكس، يبقى ماكيول منطوره جاتيت، عامله زي نقط الميه منطوره على جسمك. هذا النوع لا في فوليكولار بلاجينج ولا في هايبر كيراتوزيس، جاتيت مورفيا. الجنرالايز مورفيا مين اسمها كده؟ بياخد الجسم كله مورفيا جلد، بس ياخد الجلد انيشيالي بيبدا في الترنك، وممكن من كتر ما في سكليروزز على جلدي يعمل شويه سام سورت اوف ريستريكشن في الريسبيريشن. وعلى فكره ده النوع الوحيد، النوع ودي فايندينجز، ده النوع الوحيد من المورفيا اللي ممكن الاقي فيه بولس ايربشن ومفيش سيستميك انفولفمنت خالص. النقطه بقى المهمه المشهور جدا اللي بيجي لي في فروه الراس من هنا وعامل زي ضربه السيف، اللي بنسميه اللينير مورفيا. طبعا ممكن تيجي هنا او ممكن تيجي في اللمس على شكل لينير ليجن، في اتروفي في الجلد، ايبيدرمس مع درمس، ويوصل حتى بيبقى فيه زي ايه، زي حته كده اتروفيك في البون نفسه، تمام يا جماعه؟ ده اسمه لينير مورفيا. اسم الليجن نفسه انكوب دي صبر، كان واحد خبطك بسيف او خبطك بحاجه حاده، يعني ده اللينير مورفيا. طيب
ببساطه شديده اللوكالايز مورفيا، اللوكالايز مورفيا هيستوباثولوجي ايرلي بلاقي ايه؟ بلاقي انفلاميشن، انفلاماتوري سيلز. طب وليه تلاقي ايه؟ الانفلاماتوري سيلز دي هتروح وهيبقى ريبليزد بكولاجين باندل، كولاجين باندل ماليه الجلد. الموضوع بسيط وسهل جدا. طيب هي المورفيا دي يا جماعه ليها علاج انا بحب جدا جدا اعالجها ايرلي، انتراليجنال استرويد، باد استرويد انتراليجنالي بتركيز 1:5 او 1:4، 1:5 او 1:4 انتراليجنالي، بعمل سيشن كل اسبوعين. وما تنساش ابدا ان الفوتو سيرابي من احلى العلاجات للمورفيا، بتخف بتخف بس علاج ايرلي. طب احسن فوتو سيرابي ايه؟ احسن فوتو سيرابي UVA1 والبوفا شغاله. النارو باند لو ما عندكش UVA1 ما عندكش بوفا اشتغل بالنارو باند UVB، انما الفوتو سيرابي من العلاجات المهمه جدا. يبقى الانتراليجن سترويد مره كل اسبوعين بتركيز 1:4 و1:5، الفوتو سيرابي، واخيرا الصاحب الماحق الذي لا يصد ولا يرد، وما تنسانيش انا بقولها لك، المينوكسيديل. المينوكسيديل توبيكال مينوكسيديل، المينوكسيديل على فكره فازو دايليتور. المينوكسيديل انتي فايبر، ليه انتي فايبروتيك اكتيفيتي، بيفك. المينوكسيديل بينشط الهير جروس. لو لقيت الليجن ده طلع فيه شعر هتخف، جرب معايا كده. المينوكسيديل جل، المينوكسيديل فوم في حالات المورفيا مع الفوتو سيرابي مع الانتراليجن مع التوبيكال استرويد، بعون الله بعون هيخف بالذات لو كان ايرلي. طب لو ليت وعندي بقى حاجه زي السيجمنتال مورفيا يا جماعه، ما تترددش بنعمل انجكشن للفيل مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه بيتحسن العيان. مره يعني بعد ما بنحقن اول، طبعا دي بمساعده جراحين التجميل، انا ما بعملش فات انجكشن بصراحه، في دكاتره زمايلنا في الجلديه ممتازين جدا بيعملوها، بس انا بدي العيش لخبازه وجراحين التجميل بيعملوها بكفاءه عاليه جدا جدا. فانا بحب ايه الفات انجكشن في حالات سيجمنت المورفيا بتنجح بس مش اول مره خالص. وقول للعيان ده هنحقنها مره، طيب بعد كده بعد 6 شهور نحقن كمان مره، بعد 6 شهور نحقن كمان مره، هتبدا تبقى افكتيف يا جماعه وعن تجربه. بس طبعا الحاجات دي بتبقى ممتازه جدا جدا كل ما نعالجها ايرلي. طيب اتكلمنا على اللوكالايز سكليرودرما، تعال نتكلم على السيستميك سكليرودرما اللي هو السيستميك سكليروزز في السريع جدا 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 جدا. طبعا معنى انه سيستميك سكليروزز ده ديزيز بيضرب الجلد واذرز، وبنقسمها ليميتد كوتينيوس سيستميك سكليروزز وديفيوز كوتينيوس سيستميك سكليروزز. من اسمها كده ليميتد كوتينيوس سيستميك سكليروز وديفيوز كوتينيوس سيستميك سكليروز، مين اقوى؟ اكيد الديفيوز كوتينيوس سيستميك سكليروز بتبقى اشد. طيب ركز معايا بقى، ابدا بالليميتد كوتينيوس سيستميك سكليروز، انا هخلص اللي باقي ده كله في 5 دقايق ان شاء الله. ليميتد كوتينيوس سيستميك سكليروز يا جماعه، ليميتد كوتينيوس سيستميك سكليروز بيبدا العيان الليجنز في الايد والرجل، في الايد والرجل ازاي؟ يبدا برينوتس فينومن، العيان ده دايما ايديه مزرقه، دايما ايديه ساقعه، وعنده نان بيتنج اديما، ألسريشن بيحصل في الفينجر تيب والنكلز، كالسيفيكيشن في الفينجرز ممكن تحصل، بري انجول ترانجكتيزيا، كل الحاجات دي في الايد. يبقى الديزيز بيبدا بداياته برينودز، بدأ برينودز، بعد كده زي ما قلنا نان بيتنج اديما، سوولن فينجرز، هلاقي ممكن ألسريشن على التيب اوف ذا فينجرز عند النكلز، ممكن يلاقي كالسينوزيس كيوتس. طيب ده من الحاجات المهمه. الفيس بقى، الفيس مشهوره جدا، يعني السيستميك سكليروزز يعشق الايد والفيس. في الفيس وخلي بالك معايا وهمثلها عليا، بيري اوربيتال اديما بافنس رهيب جدا مع فايبروزز وثينينج في اللبس، تلاقي الشفايف في العيان فيري فيري ثين، وتلاقي ريديال فرز تجعيد هنا حوالين البق بتوع التجميد بيسموها الايه السموكينج ماركس، مع مايكروستوميا، مع بيري اورال فاروز سمول شارب نوز، تلانجكتيزيا 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 تلانجكتيزيا، وهايبر بيجمنتيشن. يبقى عشق وغرام وهيام ليميتد كوتينيوس سيستميك سكليروزز للايد والوش. تمام، في الوش قلنا هيحصل البافنس، هيحصل تلنجكتيزي، اقول لك حاجات مهمه بقى، بيري اوربيتال فاروز وريدجز، هايبر بيجمنتيشن، وتلنجكتيزيا تلنجكتيزيا تلنجكتيزيا. طيب
عندنا ديزيز مشهور جدا 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 جدا، او سندروم اسمه كريست، مشهور جدا. ده اختصار لي السي كالسينوزيس كيوتس ار رينوز فينومينا اي اسوفيجيال ديس موتيليتي اس سكليرودكتلي تي تلانجكتازيا. حفظناها كريست كالسينوزيس كيوتس ار رينوز فينومينا اي اسوفيجيال ديس موتيليتي سكليرودكتلي تيبس في الصوابع مع تلانجكتازيا. ادي كريست. الكريست ده سندروم اوبي الليميتد كوتينيس سيستميك سكليروزيس. طيب السيستميك مانيفيستيشن بتاعت الليميتد كوتينيس سيستميك سكليروزيس موجوده يا جماعه، وتضرب طبعا اول حاجه واشهر حاجه واهم حاجه الجي اي تي. واول شكوى للعيان يجي يقول لك ايه، عندي البلع صعب، ما يبلعش اللقمه من غير ميه، لازم الميه جنبه، اسوفيجيال ديس موتيليتي. تمام يا شباب. اذرز بقى بيضرب بالمونري سيستم، ممكن يضرب الكلى، ممكن يضرب الليفر، يضرب اي حاجه من الحاجات بتاعتنا دي. طيب خش على الديفيوز كوتينيوس سيستميك سكليروزز. كوتينيوس مانيفيستيشن بتاعتها، خلي بالك يبدا هنا الديزيز بالسيستميك مانيفيستيشن الاول. في الديفيوز كوتينيوس سيستميك سكليروز يبدا بالسيستميك مانيفيستيشن الاول. طب والكوتينيوس اخبارها ايه؟ رينودز موجوده بس بتبقى ليت، تظهر بعد سنه على الاقل من الديزيز، ويحصل اديمه وتلانجكتيزيا. خلي بالك اديمه وتلانجكتيزيا ديفيوز سويلنج وستيفنس في الفينجر، عمر العيان ما يقدر يتني صوابع ايديه. بص بتبقى الايد بتاعت العيان فليكسد كده، ما يقدرش يفردها، ما يقدر سوولن. ده كده كمان يحصل لي ألسر اجنت الجوينتس. تمام. السكين بيكام اتروفيك وناشفه جدا 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 جدا، بالذات لو ما لحقناش العلاج ايرلي. طيب السيستميك مانيفيستيشن ايه بالديفيوز كوتين سيستميك سكليروز؟ كل حاجه عايز تقولها بتحصل، ماسكل سكيليتال مانيفيستيشن وستيفنس وسكليروزس في العضلات، جاسترونتستاين مانيفيستيشن واول الاسوفاجيال ديسموتيليتي، رينال افكشن، هارت افكشن، سي ان اس افكشن، اي افكشن، كل حاجه عايز تقولها بتحصل. طيب الهيستوباثولوجي بتاعت الجيل طبعا بتاع السيستميك سكليروزز بنتعامل مورفيا، يعني ايرلي بيبقى في انفلاميشن، ليتر اون انفلاميشن بتروح وتبقى ريبليست بيه يا جماعه بكولاجين باندل. اللابوراتوري فايندنجز هنا مهمه جدا في الليميتد كوتينيوس سيستميك سكليروز، لو عرفت تشخصها اطلب تحليل واحد بس، انتي سنترومير انتي بودي سبيسيفيك جدا هو بتاعها بس. طيب لو شاكك في ديفيوز كوتينيوس سيستميك سكليروز اطلب سكيل 70 اللي هي سكليروديرما 70 انتي بودي في الديفيوز كوتينيوس سيستميك سكليروز. يا سلام على الـ على السبيسيفيستي يا جماعه. طيب الروماتويد فاكتورز هي عموما الروماتويد فاكتورز مش سبيسيفيك ايفن للروماتويد ارثرايتس، بس بلاقيها بوست في 30% من الحالات. طب والسيدمنتيشن ريت ده لازم تطلع بوست، لازم هتطلع بوزيتيف. طبعا اكس راي وشيست اكس راي بلاقي هانكم لانج، عشان طبعا بالمونري والجي اي تي بتبقى انفولفد ايرلي. الباريوم سهولة علشان الاسوفاجيت مش متلتي من الحاجات اللي ايه بلجا لها دايما. طيب هو بسريع كده الباثوجينيسيس ايه؟ والله بيبقى فيه ابنورمال، ركز معايا، ابنورمال فاسكولاريتي وابنورمال اميون ريجوليشن نتج عنهم ابنورمال كنترول في الكولاجين سينثيسيس. واحده واحده تاني، ابنورمال فاسكولاريتي، الفاسكولاريتي بتاعت الاورجنز بالجلد باظت، ابنورمال اميون ريجوليشن، الاميونيتي باظت، من واحد واثنين بيحصل ابنورمال كنترول للكولاجين سينثيسيس فيزيد الكولاجين. طب انا عايز اعالج السكليروديرما يا جماعه، عايز اعالج السيستميك سكليروز ببساطه شديده، لو عندك مشكله في الفاسكولاريتي ادي فازو اكتيف ايجنت، لو عندك مشكله في الاميونيتي ادي امين سبريسيف ودي ستيرويد، لو عندك مشكله في الكولاجين ادي حاجات انتي فايبروتيك. وده العلاج من الاخر، يبقى بندي فازو اكتيف ايجنتس زي اللو موليكولر ويد اكسترين، نيفيدبين، كابتوبريل. لو عايز تدي اميونو موديوليتر طبعا البريدنيزون الساحق المحق الذي لا يصاد، كل الحاجات دي يا جماعه لو اتعالجت ايرلي هتجيب نتائج كويسه جدا. الاسترويد، وطبعا عشان ما اديش جرعات استرويد عاليه بدي معاه ان كومباينيشن اميونو سبريس سايكلوسبورين الساحق المحق في سيستم سكليروز، اي لاف ات سايكلوسبورين والاميران الازاسايبرين، من الحاجات الجميله جدا 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 جدا. واخيرا الانتي فايبروتيك ايجنت بدي الدي بنسلمين اللي هو اسمه في السوق ارتامين او الكولشيسين
او الايزو 39 او البوفا. اسمع اللي جايه دي واقولها لكم جديده شويه. ايه بقى؟ بلس ترينتيل، بلس ترينتيل ثيرابي. يبقى علشان اعالج السكليروديرما بالمخ كده، عايز اظبط الفاسكولاريتي، عايز اظبط الاميونيتي من واحد واتنين، لما باظوا باظ الكولاجين سينسيسز، عايز ادي انتي فايبروتيك ايجنت. كده كفايه عليك كل سنه طيبين، وما ننساش دعاء ليله القدر يا جماعه. اللهم انك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. كل سنه طيبين، وربنا يا رب يبلغنا ليله القدر، وندعي لبعض كلنا ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا. وكل سنه طيبين، وبكره معاكم بقى مفاجاه كبيره جدا. بكره دونت مس تومور ان شاء الله، وهكلمكم على السيستميك استرويد. اول اباوت سيستميك استرويد، انا ما عنديش اثار، ما بخبيش حاجه. كل اللي انا اعرفه عن السيستميك استرويد هنقوله بكره ان شاء الله. مستنيكم بكره، وما تنسوش هدعي لكم ودعوا.